واتكلمنا فيما مضى عن شروط صحة الصلاة، وقلنا إن شروط صحة الصلاة منها ستر العورة، فما ينفعش إن أنت عورتك تنكشف وأنت وتاها فالصلاة صحيحة. كذلك قلنا إن ده بينطبق بالنسبة للمرأة في العورة، إن جسد المرأة كله عورة على الوجه والكفين، وأنت واجب عليك إن أنت تعرف بنتك وزوجتك إن هما هما بيصلوا لابد إن هما إيه يستتروا. وقلنا بس إن باب التيسير بس تخلي ايه الثياب طويل عليه، بس ما ينفعش انها تصلي بشيء ضيق ولا بشيء شفاف ولا بشيء قصير ولا تكشف شعرها وهي بتصلي، فجسد المرأة كله عورة. طيب لو حصل حاجة تيجي تقول يا صلاة يقول لك يا ده راح يصلي، ده أنا ما رضيتش أسكت، هو راح يسكت؟ لا أنا أعده بقى، يفكرك بالدايرة. طيب اعمل ايه في الحته دي؟ خدها على السريع كده قبل ما تكمل. لما تلاقي الوسوسه مش راضيه تسيبك، دي يعني مش علامه وحشه، هي علامه خير بس ما تسيبهاش، ما تسيبش نفسك. طب تعمل ايه؟ احنا معظمنا وهو بيصلي لوحده بيصلي ازاي؟ الله اكبر. طب ما ده انت مش هيخش لك خنزل، بس ده خنزل ومرات خنزل وعيال خنزل، وهم تلاقي لا والله مش شايفين هيجوا يقعدوا معانا. السر مش كده، يعني الصلاه السريه مش كده، اقل السر ان انت تسمع.